شريطنا اليوم من مدينة الشاون، فبعد الزيارة الممتعة على رأس الماء ها نحن نعود أدراجنا إلى المدينة العتيقة، والمكان المقصود هو الساحة الشهيرة اللي في الشاون وطحمان أو طلحمان، وطبعا هي فرصة للاستمتاع بمشاهدة معروضات صناعة تقليدية والتحف الفنية وكل جميل كتزخر به أسواق هذه المدينة هذه المغيلة في التاريخ والمتميزة بمعمارها الأصيل واللون الأزرق النيلي البهيج، واللي كتعتبر شفشاون المدينة الأكثر زرقة في العالم. كيرجع سبب تلوينها باللون الأزرق إلى عادات قديمة، كيرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر الميلادي عندما بدأ المسلمون واليهود نزوحهم من الأندلس نتيجة لأعمال التطهير العرقي والديني ضد غير المسيحيين. من أشهر حمامات شفشاون حمام المصلاحي، واللي تبنى سنة 1927 من طرف القائد أحمد المصلاحي قائد قبيلة بني أحمد سنوات الاستعمار، وباشا مدينة شاون من 1951-1956. وهذا منزل القاضي علي بن عسكر الريفي، فقيه وقاضي على عهد مولاي علي بن راشد، ومن أشهر متصوفة مدينة شفشاون الابن ديالو أبو عبد الله محمد بن عسكر من أم صالحة وشجاعة، هي شائعة بنت أحمد بن عبد الله العالمية الحسنية، واللي كانت على جانب من التقوى والصلاح وكانت ذات شخصية قوية. اسم هذا الزقاق بن عجيبة، واللي هو أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الأنجري الحساني شريف النسب وشاذلي المشرب، مزداد سنة 1747 بقبيلة أنجرة عاصمة جبالة، عارف رباني كبير وعالم صوفي جليل، اجتمعت لديه عوارف العلوم والفنون وانكشفت له أسرار الفهوم والمتون، فقيه ومفسر كبير. عندما سكن اليهود شفشاون بدأوا في طلاء منازلهم باللون الأزرق، ثم استمروا في طلاء كل ممتلكاتهم بهذا اللون لاحقا، اعتقادا منهم أنه اللون الأقرب للون السماء وأن ذلك سيذكرهم بالخالق سبحانه وتعالى. ومنذ ذلك الوقت تحولت المدينة تدريجيا إلى جوهرة زرقاء قبلة للسواح من كل أنحاء المعمور، ورغم هجرة اليهود للمدينة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلا أنها احتفظت بلونها المتميز، وقد تفننت نساء شفشاون في تحضير ألوان زرقاء متعددة تسر الناظرين. حي ريف الأندلس، بني هذا الحي على أساس إيواء الفوج الثاني من المهاجرين الأندلسيين والذين قدموا إلى مدينة شفشاون سنة 1492، وعموما هذا الحي هذا كيتشابه مع حي السويقة. وكيتعتبر القطاع التجاري من الدعائم الاقتصادية الرئيسية لشفشاون بفضل النشاط السياحي، واللي عرف تطور ملحوظ وخاصة السياحة الداخلية اللي عرفت نمو كبير في المغرب في السنوات العشر الأخيرة. ومن أكثر الأنشطة الاقتصادية اللي كيمارسوها سكان شفشاون هي الحرف اليدوية أو الصناعة التقليدية مثل الحياكة والنجارة والدباغة والتطريز والنسيج، واللي كترتبط ارتباط وثيق بقطاع السياحة وكتضم عدد كبير من الحرفيين
وتمثل المنتجات الخشبية المنتوج الحرفي الأكثر مبيعا في شفشاون. لقد استطاعت شفشاون بمكونيها الإسلامي واليهودي أن تجمع بين تقاليد جبلية وأخرى أندلسية، تشكلت بفضل تأثيرات مشرقية وأخرى موريسكية وأمازيغية، ساهمت في بروز موقع حضاري مثالي قلما نجد نظيرا له في العالم، ما جعل المدينة قبلة للسياح الذين ينبهرون بما حباها الله من جمال وبهاء وأناقة. ومن البديهي أن القيمة ديال الشاون هذه الحاضرة الجبلية كتنبع في المقام الأول من خصوصية مشاهدها العمرانية، واللي كتعتبر تمازج جميل بين جملة من الأشكال والتعبيرات المعمارية والفنية، والجمالية الناجمة عن الاستخدام المتناسق والتلقائي للمواد وتقنيات البناء والزخارف، ناهيك عن الانسجام بين الأحجام والألوان، مما يرسم في أذهان الناس صورة مميزة واستثنائية تعطي لمدينة شفشاون رونقها الجمالي الحالي. نحن أمام المسجد الأعظم، هذا المسجد هذا اللي تبنى في عهد المولاي محمد بن علي بن راشد في القرن السادس عشر، كيتوفر على كل المرافق المعمارية من صومعة وساحة داخلية مفتوحة كتوسطها نافورة، قاعة للصلاة ومدرسة لتعليم القرآن. وكل أزقة المدينة القديمة تؤدي إلى ساحة طحمان، هذه الساحة هذه اللي كتعتبر بمثابة القلب النابض لمدينة شفشاون، حيث تقع وسط المدينة العتيقة وكتعد مركز سياحي في غاية الأهمية. بطحمام يمكن الإنسان يستمتع بالأجواء الرومانسية اللي كتخيم على الساحة ليلا، هو الاسترخاء على ضوء الشموع، وكتشهد الساحة العديد من الفعاليات بشكل دوري، ويمكن الزائر يستمتع بالأطعمة التقليدية واحتساء كؤوس شاي الشفشاوني في أحد المقاهي المحيطة بالساحة. بمجرد أن تطأ قدمك أرض المغرب ستصادف لا محالة فرقة مؤلفة من رجال أو نساء تعزف موسيقى القناوة، ومدينة شفشاون لا تحيد عن هذا، تجدهم مميزين بآلاتهم التقليدية المتمثلة في القراقب النحاسية والبانجو والوتري وأزياءهم الملونة، فضلا عن رقصاتهم التقليدية السريعة وقبعاتهم الخاصة. كتعتبر ساحة طحمام هي ساحة عمومية بالمدينة العتيقة نظرا لمساحتها اللي كتبلغ 3000 متر مربع، فهي قطب المدينة التاريخي والسياحي باعتبار كل طرق تؤدي إلى ساحة طحمام. صممت في البداية هذه الساحة لتكون مقرا لسوق أسبوعي يأمه سكان الضواحي والمدينة، وتغيرت وظيفة الساحة حاليا من سوق إلى ساحة سياحية تمارس فيها بعض الأنشطة الترفيهية، واحتلت المقاهي محل دكاكين البيع، واللي تزينت بنافورة تمياه جميلة كما تتوسطها شجرة باسقة. دمتم في رعاية الله، وإلى شريط آخر، خ
الخاص بالقصبة وتاريخها المرتبط بتاريخ مدينة شفشاون المجاهدة.